ديالكم كيتواجد على الأراضي ديال أشهر طبيب وعالم وفيلسوف مسلم اللي داز في التاريخ بالنسبة لي، ابن سينا. فاليوم غادي نشارك معكم الدار ديال ابن سينا. فهذه هي الدار ديالو، دابا ولات متحف، وهنا هذه هي الجامعة ديال ابن سينا، يعني واحد الجامعة ديال الطب، وهذه هي الدار ديال ابن سينا. فغنديكم معايا نشوفوا الدار ديال ابن سينا اللي كتعتبر من اشهر الفلاسفة والعلماء اللي دازوا في التاريخ الاسلامي، يعني حتى في التاريخ العالمي، اللي معروف بزاف بالطب خصوصا في الطب. فهو تزاد في هذه البلاصه، في هذه البلاصه اللي راني فيها، في السمي ديالها افشونه، اللي كان في ولايه بخارى. فهذه هي الدار ديالها، الدار ديال ابن سينا. وهنا قدام الدار ديال ابن سينا كان هنا واحد الكارتن، شوف. وهذه الجامعه كما قلت لكم، قلت لكم اي بلاصه خصك تخليها ديما تدخل بالرجل اليمين. اوزباكستان. السلام عليكم. السلام. غير التذكير، فهذه قبل ما يكون هنا متحف، فهذه البلاصه كانت هي الدار ديال ابن سينا. ها هذا التمثال ديال وجه ابن سينا، تزاد في 980 بالأوزبكي، كيقول له ماشي ابن سينا، كيقول له افي سينا، ومات في 1037. شوف، وعنده بزاف ديال الكتب في الفلسفه والطب. شوف هنا كاين بحال واحد البيوغرافي، شوف هذا تقريبا عاش شي 57 سنه. about 500 works from which only هذوك تقريبا اكثر من 500 كتاب في الطب والفلسفه. الفات لي الهضره في الفلسفه الخوت. شوف غنشارك معكم هذا الموزيوم، هذا او الدار ديال ابن سينا. هذا هو الشكل ديال المنزل ديالو قبل ما يولي متحف. هذا هو الحوايج اللي كان كيستعمل. حتى ابن سينا رحمه الله حتى هو كانت كتعجبو داما. شوف شخمات. هادو هما الحوايج اللي كان كيستعمل في الطب. غنشارك معكم هاد المتحف، يعني بحال الا راك معايا كتسارى معايا وصافي هادشي اللي كاين. شوف من بعد الكتب ديال ابن سينا، وهو كان ايضا فيلسوف، يعني كان فيلسوف طبيب وعالم.
حتى هادو اللي كتشوفو هنا فهما من داخل منزل ابن سينا. هذه هي الحديقة ديال ابن سينا وهذه هي الدار ديالو. وهنا ديريكت القدام شوف هذه هي الكارتن ديالو. هنا اللي كتشوفوا قدامي هذه هي سميتو هذه واحد الجامعة ديال الطب ديال ابن سينا. شوف هذا واحد التمثال ديال ابن سينا. هذه هي الجامعة ديال ابن سينا الجامعة ديال الطب. جيتي لهاد البلاصة هادي اللي السمية ديالها افشونة فغتلاحظ واحد الحاجة، فهاد البلاصة عامرة بلي كارتن والأعشاب، يعني الأعشاب ديال التطبيب، وهاد البلاصة السمية ديالها افشونة، وافشونة هي البلاصة فين تزاد ابن سينا، وابن سينا قبل ما يولي طبيب فكانوا كيعجبولو هداك الشي ديال الأعشاب، يعني كان عشايبي، يعني تعلم التطبيب عن طريق الأعشاب. شوف هاد البلاصة كلها عامرة بالأعشاب، يعني هاديك بحال هادوك العشابة اللي عندنا في المغرب. هاد البلاصة عامرة بلي كارتن، ها هنا واحد الكارتن، ها هنا واحد الكارتن، وهاد افشونة كاينة في ولاية بخارى. شوف، وهاد البلاصة فين تزاد ابن سينا، وهاد لي كارتن يعني هاد الحدائق فهم كينساميو يعني كينساميو لابن سينا. شوف.